وتعالى بعد اذنك نبتدي فعلا باللقاءات النهارده، وبعديها برضو عايزين نطمن منك كده على منتخباتنا العربيه، كل منتخب منهم على حده وضعه ايه حتى هذه اللحظه. بس تعالى نبتدي بماتشات النهارده. نبدا بايه بقى؟ يعني نبدا مثلا بايران مثلا وامريكا، يعني لان فرص مفروض ايران تكون افضل، لكن امريكا يقول لك هي الاقرب. ما تفهمش ازاي المجموعه طبعا من البدايه اصلا، بدايه قبل بدايه الجوله والمباريات في المجموعه دي بالتحديد، كان مجموعه متشابكه جدا، خصوصا الخلافات اللي ما بين المعروفه طبعا ما بين ايران وما بين امريكا. هي مباراه سياسيه رياضيه شويه، بس نتمنى ما نشوفش الجانب السياسي يعني النهارده. كان في قبل كده سنه 98 مونديال 98 مباراه ما بين امريكا وايران، وايران كسبت 2-1، وكانت بالنسبه لهم دي كانت اهم مباراه ليهم في المجموعات. هم وقتها خرجوا من دور المجموعات، لكن بالنسبه لهم كانت اكن المباراه دي كانت بالنسبه لهم نهائي كاس عالم. المشهد بيتكرر تاني، والفرص عند المنتخب الايراني عندهم كذا طريق، اما تعادل او فوز طبعا، على عكس المنتخب الامريكي. اعتقد ان قوه المنتخب الامريكي في النسخه اللي حضرتك بتتكلم عليها كان نسبيا افضل، يعني اقل شويه من اللي احنا شفناه الموز، يعني النسخه دي. صحيح صحيح، في تالق امريكي ملحوظ. صحيح، لكن خبرة كروش في كأس العالم أكتر من نسخة مع منتخب إيران ومنتخب البرتغال. كمان التحول اللي ما بين المباراة الأولى للمنتخب الإيراني في مع المنتخب الإنجليزي، والفوز في مع ضد المنتخب الويلزي بالرغم الإمكانيات المنتخب الويلزي، وأكتر من لاعب بيلعب في البريمير ليج، وطبعا قيادة طبعا أهمهم جارس بيل طبعا في الدوري الأمريكي. لكن منتخب إيران قدر إن هو يحقق مفاجأة كبيرة، مش بعيد إن هو النهاردة يكون يقدر إن هو يكون منافس شرس للمنتخب الامريكي. المنتخب الامريكي عنده نجوم، بلوزيتش طبعا، وعندهم يعني امكانيات، لكن النهارده احنا في البطوله دي شايفين مفاجات كتيره. وارد ان النهارده المنتخب الايراني يحقق مفاجاه ويتاهل للدور ال 16. هنشوف يعني هيبان، بس ناس كتير متوقعه ان ما اعتقدش ان هي تصمد امام امريكا. بس على كل حال انا رايي من راي حضرتك، انا اتوقع، ولسه كنا انا وكريم بنقول اصلا اتوقع ايران بصراحه.